يعطيكم العافية. بالصيف بندور على الأكلات السريعة السهلة اللي الكل بيحبها. اليوم عملت كريسبي تشيكن أو تشيكن كريسبي، سموها مثل ما بدكم، بطاطا وجز ببهارات كتير سهلة وموجودة بكل بيت، وصوصات جاهزة برضو بس حطيت عليهم ماسترد. شو رأيكم تتفضلوا على المطبخ لحتى نعرف كيف عملت الوصفة الشهية؟ أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من وصفاتي أنا فتفيتو أو فاطمة الشرباتي. اليوم عنا كريسبي تشيكن، وصفة كتير سهلة والكل بيحبها، وبنروح على المطاعم عشان ناكلها. بنقدمها مع بعض الصوصات وكمان مع بطاطا مقلية أو بطاطا وجز. اليوم رح أقدم لكم إياها بمكونات سهلة كتير بدون تعقيدات وبدون ما بنسمع الأشياء الغريبة العجيبة على القنوات التانية. كل الناس خير وبركة، وهي طريقتي ويلا نبدأ. عندي هون صدور دجاج، وطبعا مثل ما خبرتكم صدور الدجاج ما بنغسلهم بالماء، إذا بدنا ننظفهم بننظفهم بالخل. ولكن إذا أنت يعني من النوع الناس اللي لازم يغسل الدجاج، فأرجوكي اغسليه بماء بارد مثلج وعلى السريع، يعني ما تنقعي صدور الدجاج، لأنه الدجاج الصدور لو انتقع يعني راحت الفايدة وما راح نستفيد بالطعم أبدا. الطعم راح يروح والأنسجة تبعته راح تخرب من وراء النقع بالماء. ليش؟ لأنه أوريدي هو اتعرض بخلال الدبح والتنظيف إنه يتنظف. راح أستعمل اليوم شنينة، هو بينعمل بالبتر ميلك بس نحن مش متوفر عنا باستمرار البتر ميلك، فراح استعمل الشنينة. عندي هون صدور دجاج نظفتهم بشوي من الخل الأبيض وعصرة من الليمون، مسحتهم منيح بفاين المطبخ وصفيتهم، وهلأ راح استعمل. لو تلاحظوا عندي هون صدور الدجاج سميكة شوي، وهذا المطلوب لأنه أنا ما بدي أعمل سكالوب أو باني ومحتاجة إنه تكون رقيقة، لا بدي إياها تكون سميكة. أخذت كل صدر دجاج قصيته لنصين، وكل نص عملته على شكل ستريبس أو أصابع مثل ما أنتوا شايفين. أهم شي تكون سميكة شوي لحتى تضلها طرية معنا بعد ما نقليها. وهلأ رح نحضر السائل الرهيب الرائع الشنينة، اللي أنا يعني صدقا ما بستغني عنه أبدا بنقع أي وصفة فيها نقع دجاج لحم سمك، ومطلوب ان انقعها بمارينيشن معين، لا بفضل ان احط شنينة مباشرة. شنينة يمكن في ناس ما بيعرفوها، هي في بلاد تانية بيسموها لبن سلطة او لبن مخيط، تمام؟ بيكون في حموضة وبيكون في ملح، فعشان هيك بحكي لكم انقعوا الدجاج في الشنينة فقط لغير، ما تحطوا ولا اي اضافة ولا ملح ولا بهارات ولا شيء، يعني دجاج والشنينة فقط لغير. نتركها بالتلاجة ليلة كاملة، وبكرة إن شاء الله بنكمل وبقولكم شو رح نعمل. خلوني هون أفرجيكم كيف رح نعمل البطاطا الوجز اللي بنقدمها معها. بطاطا مغسولة ونظيفة وناشفة حرصا على سلامتنا، وإحنا بنقطعها ضروري تكون ناشفة عشان ما تزحلق معنا على لوح التقطيع وإحنا عم نشتغل. حبة البطاطا بنقسمها بالنص، وكل نص لربع، وكل ربع حزوز مثل ما انتو شايفين، مثل حز البردقان او البوملي او التفاح. عندي هون مي مغلية حطيت فيها معلقة من الملح ومعلقة من الخل، ونزلت بالبطاطا، ومن بعد الغليان بحسب 7 دقايق او 8 دقايق بالكتير، ممكن 10 دقايق اذا البطاطا نوعها شوي قديم وبتاخد وقت بالسلق. صفينا الدجاج، وهي الشنينة بتقدروا تحتفظوا فيها، بتقعد من أسبوع لعشر أيام إذا حطتوها بالفريزر لحتى تستعملوها مرة تانية. هون حسيت بالسكين إنه البطاطا خلص بكفيها هيك، صفيتها من المي المغلية وفتحت عليها المي الباردة مرة مرتين لحتى أوقف استمرار النضج. خليتها ترتاح شوي وتصفي من ميتها، فردتها على ورق زبدة وحطيت البهارات اللي أنا بحبها. يعني أنا ما بدي أقولكم نوع بهارات معين، ولكن البهارات اللي أنا بحطها كزبرة يابسة، بابريكا مدخنة عادية، زعتر ناشف، ريحان، سماء، بحط كمان رشة من الزعفران بتعطيها لون حلو، زيت زيتون، عندي كمان إكليل الجبل أو الروزميري المجفف. كل هاي بتعطي نكهات كتير لذيذة للبطاطا. بنرش على البطاطا وبعدين
بنضيف عليها زيت زيتون وبنقلب مثل ما انتم شايفين، وبنرتبها وبنحطها تحت الشواي لحتى تتحمر منيح. وهلأ بنبهر قطع الدجاج. طبعا البهارات هاي انا حاولت انه اقرب الطعم مثل ما بناكله بالمطاعم، ويمكن كمان البهارات اللي استعملتها صدقا يمكن اطيب كمان من اللي بناكلها بالمطاعم. انا عندي هون معلقة كبيرة من البصل البودرة، معلقة صغيرة زنجبيل البودرة، معلقة صغيرة من الهيل الناعم، نص معلقة صغيرة من الروزمري المطحون، ونص معلقة صغيرة من بهارات لحمة أو دجاج، معلقة متوسطة من الملح. بنخربطهم على بعض وبنرش فيهم الدجاج، وكمان بنرش فيهم الطحين. بناخد معلقة صغيرة على طحين. أما الدجاج فبنرش الكمية اللي نلاقيها مناسبة اللي تغلف كل قطع الدجاج. ممنوع نحط توم بودرة أو توم ني لأنه الطعم رح يقلب معنا على طعم السمك. مع الاحترام لكل الفيديوهات اللي شفتها على اليوتيوب كله بيحط توم بودرة، يعني ما بيصير يا جماعة الخير، يعني لازم تعطوا المعلومة الصح، يعني ما بيصير نحط بيصير الطعم كله سمك. المهم بنقلب الدجاج منيح بالبهارات، وبنروح نحضر الطحين اللي حنقلي فيه وكمان المي اللي حنغمس فيها قطع الدجاج. بنجيب مي باردة جدا وبنحط عليها معلقة من الخل، وبنجيب الطحين بنحط عليه معلقة من البهارات، معلقة كبيرة من النشا، معلقة صغيرة من طحين الرز، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبنقلبهم. وهي البطاطا طلعت، قلبناها على الوجه الثاني ورجعناها على الفرن. بنخربط الطحين منيح وبناخد من المي رشات خفيفة لحتى نكزبر الطحين شوي او نخليه يصير فيه تكتلات، هي اللي حتساعدنا انه نحصل على شكل التعرجات اللي بتكون على قطع الدجاج مثل اللي بناكلها بالمطاعم. بنغمس قطع الدجاج بالطحين تغميسة خفيفة هيك تغبيرة، يعني بنحطها بالمي البارد وبنرجعها مرة تانية على الطحين، ولما بنرجعها على الطحين بنكبسها منيح لحتى تاخد الشكل الحلو اللي بندور عليه. بيكون جبنا زيت ساخن وبنقول بسم الله وبنقلي. وعندي هون زيت سخن، انت لو عندك مثلا اير فراير بتقرأ التعليمات، لو عندك قلاية على الكهرباء حطيها على 170. طيب انا هون بالمقطع هذا لازم احكي لكم على معلومة. احد الشفات اللي متابعينه ما شاء الله يعني ملايين الملايين بيحكي انه استعملوا طحين متعدد الاستعمالات وما تستعملوا بهارات غامقة علشان الدجاج يطلع ذهبي. هيني انا عملت ما هو حكى والدجاج ما طلع ذهبي. ليش؟ لانه بنحط بابريكا في قلب البهارات. انا ما حبيت احطها بالاول لحتى افرجيكم واعيش معكم التجربة بكل صدق وشفافية. لما حطيت بابريكا في الوجبة الثانية انتو بنفسكم راح تلاحظوا الفرق الكبير ما بين لما قليت الوجبة الاولى ولما راح اقلي هلأ الوجبة الثانية بعد اضافة البابريكا. فارجوكم يعني مع احترامي لكل الشفات انه مش كل كلمة تسمعوها تصدقوا، لازم تعقلوها بالعقل يعني. وهي انا قدامكم عملت كل شيء يعني بما يرضي رب العالمين. اهم شيء الزيت ما يكون ساخن، يكون تكون سخونته وسط لحتى تستوي قطع الدجاج. ما بتاخذ وقت خاصه ان هي منقوعه طول الليل بالشمينة فتشبعت وتشربت. شوفوا هاللون، ها شوفوا انتوا يعني بنفسكم، يعني رجعوا المقطع وشوفوا اول وجبه طلعتها كيف كان لونها وتاني وجبه طلعتها كيف صار لونها. حتى الحراشف هاي والكريسبيات بتشهي لما بنطلعها وناكلها. طلعنا الدجاج وصفيناه منيح من الزيت وقدمناه مع البوتيتو ويدجز او اجنحة البطاطا. والصوصات اللي قدمتها اليوم هي كاتشب وباربيكيو صوص مدخن وشوي من الخردل او الماسترد. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، عملنا الكريسبي تشيكن
بكل أسرارها بشغلات بسيطة متوفرة بالبيت. لا حطينا أرشلة ولا حطينا سميد ولا حطينا شوفان ولا شيبس ولا دوريتوس ولا الأشياء كليتها، كل شيء كان بسيط وما شاء الله بتشهي. جربوها ورح تدعولي. بنهاية الحلقة بتمنى لكم كل الخير كل سعادة. لا تنسوني من سبسكرايب. سلام.